بهالفيديو عندلكن الأسباب اللي بتخليك تعلق على إشارة الأبل مثل ما شايفين، وكيف طريقة الحل من خلال إذا بدك ترجع من الـ iOS 11 أو إذا حدثت للـ iOS 11 وتم علق على إشارة الأبل. تابعونا. بهالفيديو هتلاقي الفيديو شوي طويل لأني شارح كل شيء بالتفصيل الممل، مو مخلي لك ولا شغله مطالع لك اياها، وحتى صايره ساويت طالعت لك المشاكل اللي بتطلع معك اثناء التحديث وكم مشكله بتطلع معك كمان وكيف حليتها بهالفيديو. فلهيك لا تخاف انه الفيديو طويل، ان شاء الله هيحل لك كل المشاكل، لهيك شوفه كله. واذا في مرحله ما لقيتها ممله مشي الفيديو شوي شوي، المهم في مراحل المهمه لا تروح عليك. وبنبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخواني معكم عبد الرحمن. مثل ما قلنا بأول الفيديو هندلكن إذا الموبايل علق على إشارة الأبل لوجو مثل ما شفتوا بأول الفيديو، أو إذا أنت حدثت للـ iOS 11 أو رجعت للـ iOS 10، كنت محدث على الـ 11 وبدك ترجع للـ 10، بطريقك أنت وعم ترجع أو أنت وعم تحدث لقيته الموبايل علق على الإشارة تبع الأبل لوجو أو الآيتونز اللي تحت الوصلة على الريكفري مود. فهندلكن ونلكن شو الاسباب اللي خلتك اول شيء انه تعلق عليها وكيف طريقه الحل، لانه في كثير عالم خلال هالتحديث ومن خلال الفيديوهات اللي عم ننزلها في كثير عالم صارت معهم هالشغله وكثير حاكوني وعم نحاول نساعدهم، فحبيت اعمل هالفيديو لحتى نساعدكم فيه. بالبدايه مثل ما قلنا هندلكن اول شيء على الاسباب اللي بتخليك، الاسباب المهمه كثير انه ليش خلتك يصير معك هيك. اول شيء سبب مهم كثير والعالم كثير بتغفل عنه اللي هو الوصله. شوف كيف الوصله، اهم شيء الوصله تكون انت شاريها تكون اصليه، هي اهم شيء بخلالنا النظام. اهم شيء عندك الوصله، لازم تكون الوصله عندك اللي جايبها كثير ممتازه. يعني شوفوا هاي الوصله ماشي حالها، انا ساويت فيها تحديث والحمد لله يعني ما صار فيها شيء، وشوفوا هاي الوصله. فلما بتعمل اكيد هي يصير شيء يعني مو اكيد، في احتمال كثير كبير انه يصير في شيء انت وعم تنقل هي الوصله. فلهيك تجنبوا كثير 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 انه تساووا بوصله فيها شيء او منزوعه. انت ما عم تنقل صور ولا عم تنقل فيديو، انت عم تنقل نظام لموبايلك، فبيجوز كثير انه من خلال الوصله تنزع موبايلك. ثاني شيء وسبب مهم كثير انه في كثير عالم ما يعني ما كثير بتنتبه له، اللي هو نظام الايتونز اللي على جهازك اللي هو الاصدار تبعه. كثير الشركه ابل لما بتلاقي بتقرا بالمساعده تبعهم بيقولوا لك اهم شيء انه تحدث لاخر نظام. يعني مثل ما شايفين انا حدثته لاخر شيء 12.6.1، هذا حاليا اخر شيء. من وين بتعرف؟ بتروح على هون بتحط على المساعده بتحط تحقق من وجود تحديثات. هون بيتحقق بشوف لك اذا في تحديثات ولا لا، لانه احيانا بيصير في مشاكل شوي مثل ما شايفين هذا الاصدار الاخر واحد. فاحيانا لما بيكون اصدارك قديم فبيعلق معك النظام كثير، احيانا انت عم تحدث او انت عم تعمل نسخه احتياطيه او انت عم تحدث انها مره ثانيه انت عم تستعيد. المهم فهي ثاني سبب من الاسباب اللي ممكن تصير معك. ثالث سبب كمان نفس الشيء مهم، يعني هنورجيكم اياه هون، نبحث نفتح هي. سبب مهم كثير انت وعم تحمل برنامج النظام، برنامج النظام مثل ما كلكم بتعرفوا انه هو حجمه شي 2.3 جيجا 2.4 جيجا مثل ما شايفين او 2.5، فحجمه كبير. فكثير عالم ما بينتبه له على الشغله انه هو عم يحمل مثلا بيوقفه للتحميل، بيوقفه شوي بيرد بشغله شوي، بيوقفه شوي بيرد بشغله شوي. هذا الشيء صعيب بيتحمل وبيكمل لك اياه كله، بس احيانا بيحط لك في مشاكل للنظام هو وعم يحمل، لانه انت عم تحمل بجوز وقفته فقد شويه بيانات رد رجع هو بيكمل نظامي، بس انت لا بيكون عندك نقص شويه ملفات، فانت وعم تحدث اجباري بيقوم بيوقف لك على اشاره الابل لوجو. فهي هن ثلاث اسباب، هدول تقريبا لحد علمي تقريبا هدول هن الاسباب المهمه كثير اللي بخلوك تعلق على اشاره الابل. وسبب يعني الاخير اللي هو ما كثير بيصير انه انت وعم تحدث يقوم يطفي الجهاز عندك، فاي شيء اكيد انه بجوز ينتزع. فهنيجي هلا لطريقه الحل، هي كانت الاسباب، هلا نيجي على طريقه الحل. مثل ما شايفين هتجي انت اول ما تشعله بيكون معلق.
فانت بتضغط زر الباور ومع زر الرئيسي، هدول الاثنين بتضغطهم مع بعض لحتى يطفي، بما انه انت بيعلق معك هون. فبعد ما بيطفي بتقيم الجهاز عندك، ترد المهم تخليه يطفي اول شيء. تمام، تكبس تكبس هيك يطفي، بتقوم تيجي انت وبتوصله. بعد ما توصله للجهاز، اذا تم هيك عم يطفي معك بيشعل لحاله، وصله للجهاز بالوصلة وبالايتونز وتم كابس عليهم. زر الرئيسي قيم ايدك ورد حط، زر الرئيسي مثل ما شايفين والزر الباور، بتم كابس عليهم. وبتستنى شوي، صحيح يطول معكم الفيديو شوي بس منشان نورجيكم اياها، ابدا ما يعني ما نقطش شيء من الفيديو، هنورجيكم بالتفصيل. شايفين كيف طلع معك هي اشاره الايتونز؟ في علم بتعلق مع الايتونز بيطلع لها هي بدل اشاره الاب اللوجو، فبيطلع لها هي العلامه. فهندلكم كيف، شايفين كيف لما بتكونوا انتم فاتحين على الايتونز بيطلع لك هذا انه بده توجد مشكله بالايفون تتطلب تحديثه او استعادته. فبيقول لك انت هلا ايفونك على الريكفري مود، اسمه هذا المرحله هي اسمها ريكفري مود، نمط الاستعاده. فانت هون بيقول لك بدك تحديث او بدك استعاده. مثل ما قلنا باول الفيديو، اهم شيء انه تحمل النسخه تبع الخاصه بموبايلك وتكون اي بي اس دبليو، هي صيغه الملف اللي المفروض تكون انت محمله. بعد ما تخلص تحمله بتيجي لهون بيقول لك اذا بدك، هنفرق لكم بين التحديث والاستعاده. التحديث اذا بدك تحدث نظامك، مثلا انت اي او اس 11 بدك ترجعه لل10 وبدك ما ينمسح اي شيء من جهازك، فبتحط تحديث انت. اذا بدك مثلا أأمن لك، او انت بتبلش بالطريقه الاولى اللي هي تحديث مشان ما ينمسح طبعا شيء، كلنا ما بحب يمسح شيء، فبتحط تحديث. زبطت زبطت، ما زبطت بتحط على الاستعاده. فنحن بنحط بكل الاحوال تلغيها من هون، فهون بيطلع لك تحديث او استعاده، بتضغط الشيفت مع التحديث. شايفين كيف طلع لك هيك؟ فمثل ما شايفين بتروح انت وين هذا، بتحط على فتح المكان تبع اوبن فولدر، بتجي لهون. المهم بدك تكون جايب له النسخه تبعه الاصليه، وبما انه انا منزل كذا نسخه فمميز هي النسخه انه هي ال 10.3.1 للايفون 6 اس، فبتحددها. فسيتعين عليك استعادة إعدادات المصنع. إذا عملوا لك، إذا ما حسنا نستعيده نحدثه، بدك يتعين عليك إجباري إنه تستعيده على إعدادات المصنع، نحن بنحط تحديث. يعني قبل ما يصير هالطريقة، قبل ما يصير هالشيء، مثل ما شايفين هلا أول شيء إنه فوق عم يكتمل الشريط، فبس يكتمل بتستنوا شوي. فأهم شيء أنت بشكل دوري اعمل نسخة احتياطية لجهازك، هي خطوة كتير 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 مهمة. مثلا كل أسبوع مرة، ما يعني هالخطوة ما بتتحمل معك يا دوب ما في خمس دقائق، أقل من خمس دقائق تعمل نسخة احتياطية، بتحفظ كل الصور كل الأسماء كل الشغلات. التطبيقات يعني أكيد ما بيتسيفوا، بس أهم شيء إنه الصور والأسماء وهيك شغلات. فمثل ما شايفين يتم الان استخراج البيانات، تنتظر شوي. هلا هنسرع الفيديو شوي، يلا لبين ما يخلص الشريط. رجعنا لكم من جديد، هيك بيكون مثل ما شايفين طلع لك حدث خطا. مثل ما شفتوا طلع معك حدث خطأ 3000، اسمه خطأ 3194. فهن مثل ما شفتوا انا بهالفيديو حبيت اعرض كل شيء اخطاء ممكن تصير معك، فبجوز يطلع لك معك غلط 3194، خطأ 17. كل هالاخطاء هدول شايفين، كل هدول الاخطاء مثل ما انت في كثير عالم ما بتنتبه لهالشغله. تروح انت اول شيء قبل ما تحدث او قبل ما تعمل شيء، مثل ما نحن شفنا اول ما عملناها، لما بتحط على النسخه بتنزل انت النسخه. مثلا انا منزل نسخه 10.3.1، انا حبيت ارجع لهي النسخه فجربت، مثل ما شفتوا طلع معي خطا. في كثير عالم بيقولوا طيب انا طلع معي خطا وما كان يتحدث معي، طيب شو المشكله؟ هنقلكم شو المشكله. المشكله انه هي النسخه ما عاد صارت هي مدعومه من عند الشركه. ليش؟ طيب كيف بدنا نعرف؟ بتروح على الموقع تبع هذا الـ IBSW. مثل ما قلنا بأول الفيديو انتبهوا للخطوة كتير منيح، انه تنزلوا نسخة تكون مدعومة بالأصل،
مثل ما شايفين نسخة 10.3.1 ما لها مدعومة، يعني كل ما بدك تتحدث عليها ما حيتحدث، حيقول لك حدث خطأ، ما عاد صار فيك ترجع عبر الايتونز إلا عبر 10.3.2 أبدا. يعني شو في حل؟ ما في حل إلا بقى إذا بدك ترجع من غير طرق غير نظامية. هي الخطوة الوحيدة النظامية اللي فيك ترجع للعشرة فاصلة 3.2، يعني إذا بدك ترجع من الإيداعش للعشرة ما عندك غير هالطريقة. فبهالطريقة ما عندك غير هالشي، فما عندك غير الحل إنه تحمل هي النسخة. بعد ما بتحملها بتيجي لهون بترجع تحط على تحديث، مثل ما قلنا بأول الفيديو تحط على تحديث. بس مثل ما قلنا كمان انتبه إنه ما تقطشها للتحميل، يعني حاول بقدر المستطاع تحملها كلها دفعة واحدة، ما توقفه وترد تشغله، توقفه وترد تشغله، ترد تحط تحديث مثل ما قلنا، وبتختار شيء واحدة اللي هي النسخة تبعها وبتحط تحديث على هي النسخة الثانية، بتحط على هي بتحط تحديث، عاملين لك إنه إذا ما ضبطت هيك بتخلص من هون. بس تخلص بتروح بتنتقل على جهازك الايفون، بتلاقي طلع لك اشاره الاب اللوجو. هنمشيها بسرعه ونورجيكم دغري بس ليخلص شو بيصير معكم. بس لتخلص هتجي تلاقي الايفون عندك طفى وخلص، طلع لك اشاره الاب مثل ما كانت ومشي هالشريط. فانت بترجع بتشغله مثل ما شايفين، بتستنى شوي، بتستنى بتستنى. بالاول مثل ما قلنا بيطلع لك هون الشريط وبيكتمل، بيكتمل عادي نظامي، وبس يطلع بيرجع بيشتغل. ما اشتغل معك وردت علقت، كانه في طريقه كمان انه ردت تعلق معك وخلص هلا هون بتوقف كمان، رد وصله مثل ما قلنا تم، بما انه علق معك رد كبيس زر الباور وزر الطفي. نريد نطفي قدامكم، شايفين كيف هذا اسمه طفي اجباري. فبترد بتطفيه هيك وبتوصله لجهازك هون الايفون، ترد بتعمل له هيك بتم كابس عليه هون، ما بتقيم ايدك ابدا. استنى، شايفين كيف طلعت هي؟ ترد بتيجي لهون، بما انه هلا انت التحديث ما زبط معك تحط على الاستعاده، وهذا الحل النهائي، يعني انه هيحذف لك كل شيء جوات الموبايل، يرجع ابدا على النسخه النظاميه اللي موجوده هون. طيب اذا ما بدك تنزلها، اذا بدك يعني لطريقه اضمن 100% 100% فعلا، بما انك انت محدث الايتونز لاخر الجدار، ما بتكبس الشيء، بتحط استعاده، استعاده لهون بيرجع لك على اخر نسخه شركه ابل منزلتها، اخر نسخه اللي هي 10.2.3. فبتحط هون، بتحط على استعاده وتحديث. استعاده بيمسح لك كل شيء وبتحدث جهازك. لما بتحط استعاده وتحديث مثل ما شايفين، ما دغري هي مثل ما هديك هي يحط لك انه استخراج الملفات من فوق هون، ما هي يحط لك دغري ويمشي الشريط، لا هي يطلع لك هيك، هيجي لك انه الاصدار 10.3.2، تحط التالي، تحط موافق، وبيقول لك وضع الاسترداد هون، وبتلاقي فوق على جنب هون، شوفوا كيف هون هيك هون عندك بيقول لك ليكو عم يحمل اخر اصدار حجمه 2.4.5، يعني شوفوا هلا هون حجمه 2.4.4، هون حجمه 4.5. فبيجي هون ما بعرف ليش اكثر، المهم يعني انه هون ابدا بتنزله هي من عند مطرح الشركه، هون بتنزله من موقع خارجي، بس هالموقع الشركه دعمته، يعني انه معروف كثير وكل شيء امن بينزله، حتى الملفات وكل شيء امن، فلهيك كل العالم بتنزل منه اذا بدك تنزلها وتحفظها عندك. طلع لنا هذا فتحناه بالغلط. بينما اذا هون بدك تنزلها لطريقه اضمن بكثير، فبعد بس لا تخلص هي، لسه بيطلع لنا هذا بس لتخلص هي النسخة، بيطلع هون بيطلع لك هون بيحط لك انه بدك تستعيد، ماشي يلا استعيد وبتخلص. وبهيك بيكون عم يحدث، بيطلع لك انه استخراج ملفات، بيستخرجه كله وبترجع لهون مثل ما شايفين، بيطلع لك اشارة الاب اللوجو هون، وبيطلع لك تحت الشريط مثل ما قلنا. هلا نحن بنفك هاد، بترجع لهون مثل ما شايفين، بتتموا كابسين زر الباور اذا معلق معك على هاد، وبتشغله نظامي بما اني انا حدثته ومشي حاله. تم ضغط على زر الباور، واحد الحلول انه تضغط على زر الباور اذا كان معلق، هي شغله اسمها على السيف مود، شغله بتتم كابس على زر الباور وبتضغط على زر التعلايه اللي فوق،
مثل ما شايفين زر التعليق اللي فوق، تم ضغط عليه. بجوز تم ضغط عليه دقيقة ولا دقيقتين، المهم تم ضغط عليه لحتى يشتغل معك. هي الطريقة إذا أبدا ما عم يفتح جهازك بتم ضغط عليه، بيقوم بيفتح لك، بيحط لك على نمط مثل الوضع السيف مود، يعني وضع الاستعادة أو وضع مدري شلون، هذا مخصصته الشركة إنه هذا الوضع إذا أبدا موبايلك ما عاد يشتغل أبدا بيخليك تفتح تتصل فيه. يعني هالتطبيقات مو كلها تلاقيها موجودة فيه، هيخليك تفتح تتصل، تخلي يعني تمشي حالك فيه لبين ما تستعيده وتظبطه وتظبط كل أمورك. بهيك بيكون مثل ما شايفين اشتغل الموبايل، وما أحلاه. بتجي لهون على إعدادات النظام العام مثل ما شايفين حوله، النسخة 10.3.2. بهيك بيكون نخلص الفيديو. طولنا عليكم الفيديو بس من شان انه المصداقية تبع الفيديو، انه تشوفوا كيف انه اشتغلنا قدامكم، ما نقولكم انه ساووا كذا وساووا هيك وساووا هيك وبيطلع لكم هيك وبيطلع لكم هيك. سوينا لكم اياها قدامكم وشغلنا الموبايل قدامكم. وبهيك بيكون خلصت الطريقة. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة، واذا عندك اي مشكلة باي شيء لا تنسى تخبرنا اياها ان شاء الله، وبنعمل لكم فيديو كيف بنحلها. وان شاء الله قريبا هنصير نساوي بالاسبوع مثلا يوم نساوي فيه بس مباشر نحل فيه المشاكل بشكل مباشر، يعني منشان ما نطول عليكم بشكل مباشر نحل لكم المشاكل. بهيك بيكون خلص الفيديو. لا تنسى الاشتراك مرة تانية بالقناة لحتى يصلك كل شيء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.